بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن اسعار ثلاجات توشيبا ميديا وعن العروض بتاعتها اللي متوفره في شهر واحد. طبعا ثلاجات توشيبا الميديا الجديده نازله بجوده محترمه جدا، كنا قبل كده كذا حد سالنا عليها وقلنا هنشوف الاول التفاصيل بتاعتها ايه والناس بتقول عليها ايه. عن تجربه عمليه ثلاجه كويسه جودتها محترمه، هي الاول كانت بضمان العربي، في حاجات دلوقتي توشيبا برضه بضمان العربي بس مش بكميه، لكن كل المتوفر في السوق وهي بضمان شركه ميديا اللي هي الميراكو الجديده، ضمان 10 سنين، منتج محترم، موتورها ياباني، متقفله هنا في مصر، معموله باعلى جوده، موجوده هنا ان شاء الله. هنفتح كده الثلاجات ديت 18 قدم و 14 قدم اللي هي 411 لتر واللي هي 338 لتر، هنبص عليهم وعن مواصفاتهم وامكانياتهم، تابعوا معانا لاخر الفيديو وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. هنتكلم عن العروض بتاعتها ان شاء الله النهارده. اول حاجه عندنا هنا وهي دي ال 411 لتر، رقم الموديل بتاعها 559 لتر، دي اللي هي ال 18 قدم الانفرتر، عشان بيكون في منها انفرتر وفي منها عاديه، وطبعا اختلاف السعر بيفرق. ده الموديل بتاعها اهوت، طبعا استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون 33 كيلو، فاستهلاك الكهرباء بتاعها كده بيكون قليل على مدار الشهر. ده اللون بتاعها اسمه ستانلس غامق، خامة الستانلس زي البوتاجازات بالظبط، واللون بتاعها ستانلس غامق. عندنا هنا شكل المقبض ان اهوت اللي موجود. هنقول حاجة عشان لو دخلت محل قال لك انفرتر ولا مش انفرتر، هنشوف فرق دلوقتي. هنا الانفرتر بتلاقي لازقة مكتوبة ومكتوب عليها انفرتر، في الثلاجات العادية بتبقى ممسوحة زي ما احنا شايفين كده اهوت، ده الفرق ما بين الانفرتر والعادية في تشيبا. هنفتح الثلاجة كده نبص عليها، طبعا الثلاجة بتكون نفروست بالكامل، غرفة ازاز بايركسيد بالكسر، بيكون فيها جهاز بلازما ده منقل الروايح، حجم الفليزر بتاعها لأي ست بيت بيكون كويس. باب الفليزر هنا بيكون فيه رفين. عندنا هنا الإضاءة في الفليزر، طبعا في ثلاجات نازلة ما فيهاش إضاءة للفليزر، وبالنسبة لكل المواصفات اللي احنا هنقولها والسعر بتاعها فهي كويسة جدا. عندنا هنا الحافظة بتاعت الطعام اللي هنا موجودة قدامنا، دي فتحات المفروست للثلاجة من تحت، الرفوف بتاعتها اللي هي الإزاز بايركس للكسر، ثلاث رفوف، درج الخضار ده بيكون معمول على نظام عجل، افتحه كده اهوت نبص عليه. ده درج الخضار اهوت زي ما احنا شايفين بيكون سهل في الدخول والخروج معانا، طبعا بيكون واصل له تبريد بيقعد الخضار لمده 15 يوم طازه، هنا هو ببقى فاتح له تهويه، هنا ببقى قافل تهويه ومحافظ على التبريد بتاعه ان هو بيوصل له تبريد من تحت. فتحاتنا اللي قدامنا دي كلها المفروست، عندنا هنا الرفين اهمت، دول ازاز بايركس الكسر، ده شكل الباب. العلبه اللي جوه دي بتبقى علبه الايس ميكر بتاعت التلج، ثلاجه محترمه وجودتها كويسه جدا، دي سعرها 33500. دي 18 قدم 411 لتر، في منها نفس الموديل ونفس الامكانيات وكل حاجه بنفس كل جوده التفاصيل بتاعتها، بس في اختلاف في الشكل شويه، وبتكون عاديه مش انفرتر، واللون بتاعها ستانلس برضه 411 لتر، سعرها 29500. دي الفرق ما بينها وبين التانية، هنا استهلاكها 34، هنا استهلاكها 33، يعني مش فرق حاجة كبيرة قوي، فرق في السعر بس يبقى حوالي 2500. ديت سعرها 32500 ودي سعرها حوالي 30500. في منها 411 برضو الانفرتر، ده اللون البلاك بتاعها، هنفتحه كده اهوت نبص عليها من جوه، نفس كل التفاصيل والامكانيات بتاعتها في نفس الجوده بتاعتها، وديت 348 لتر. هنبص كده على 348، ده رقم الموديل بتاعها، استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون 31 اقل شويه. ده شكل الثلاجه من جوه حجمها، طبعا هي حجمها مش مناسب قوي، المعدل بتاعها بيكون 12 قدم ونفرست. في منها برضو موديلين، برضو الموتور بتاعها بيكون ياباني متأخر في مصر وضمانها بيكون 10 سنين. في منها الموديلين، الموديل دوت بيكون الانفرتر سعره 23500، والموديل دوت العادي بتاعها سعره 22500. ده بالنسبة لمواصفات وإمكانيات الثلاجة كلها بالكامل، لو في أي استفسار عنها أو أي حاجة عنها
ممكن تسيبها لنا في التعليقات، وان شاء الله انتظروا كل العروض اللي الفتره اللي جايه عن اسعار الاجهزه الكهربائيه.